عديناها من سنة 2020 لغاية النهاردة 3 مراحل، بالإضافة إلى الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة حوالي 11200 دراجة تم تسليمهم للسادة المستفيدين من المبادرة في كل أنحاء الجمهورية. طبعا هدفنا من خلال المبادرة هي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ركوب الدراجات وتغيير ثقافة إن إحنا خلاص نعتمد على وسائل التنقل الآلي، إن إحنا نعتمد على وسائل التنقل النشط من خلال المبادرة دي. والحمد لله في خلال السنوات اللي فاتت حققت نجاح كبير الحمد لله. والله احنا بدأنا المبادرة دي هو تحدي كان بالنسبة لنا، والحمد لله كل السادة المحافظين وكل الجهات والمؤسسات اشتغلوا معانا وجنبنا بحيث المبادرة تنجح. يعني المبادرة مش ان احنا نوفر عجل بس مدعم للدراجات، لازم يكون في طريق، لازم يكون في تأمين كمان لمسارات الدراجات، لازم يكون في تشجيع من كل الهيئات والمؤسسات عشان المبادرة تنجح بشكل كامل. طبعا وده كان يعني سبب رئيسي في اقبال الشديد اللي بيبقى على المبادرة، الناس تحجز يعني العجلة بتاعت وزارة الشباب والرياضة من بقالنا حوالي 4 سنين اهو الحمد لله المبادرة شغالة بنجاح. يعني والله احنا خلينا نتكلم عن التسجيل، الناس تسجل ازاي دلوقتي؟ نقدر ندخل من دلوقتي يعني على موقع وزارة الشباب والرياضة، في بيانات بسيطة جدا، اسم، السن، نوع الدراجة، المحافظة، هل محتاج شحن ولا لا، يعني احنا كمان بنوفر الشحن كل محافظات الجمهورية برضو بأقل سعر ممكن. سعر الدراجة طبعا بالمقارنة بسعر السوق هو سعر قليل جدا، يعني هي أقل من سعر السوق جدا. سعر الدراجة بدون شحن هي 4242، سعر الدراجة بالشحن 4570، ودي طبعا أقل من سعر السوق الحالي يعني بشكل كبير قوي. كمان احنا بنوفر خدمات التقسيط بالتعاون مع بنك مصر، في تقسيط على 6 شهور و12 شهر و24 شهر بحيث اللي عايز يشتري بالكاش يعني يشتري. كمان في تسهيلات في السداد بحيث كل الفئات والاطياف كل كمان القدرات الاقتصاديه يقدروا يشتركوا في المبادره وياخدوا عجله وزاره الشباب والرياضه. معالي الوزير، اطلق دلوقتي المرحله الثانيه من المرحله الرابعه لدرجتك صحتك برعايه كريمه من فخامه السيد رئيس الجمهوريه، واحنا المرحله الرابعه كانت 2000 دراجه، كان هدف معالي الوزير ان احنا يتم الانتشار في هذه مبادرة برفع معدلات اللياقة البدنية، بالنسبة لنا شيء مهم للشباب الوطني، فاحنا يهمنا طبعا ان اكبر عدد من الشباب يتم استخدام هذه الدراجة واستخدامها في وسائل التنقل. وتم بالنسبة لنا احنا دلوقتي في مسارات آمنة للدراجات في المدن الجديدة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فاحنا دلوقتي في محافظة القاهرة خصصت طريق خاص مخصص للدراجات وتم افتتاحه من قبل معالي الوزير ومعالي المحافظ. يعني احنا وبالعديد من المهرجانات اللي بيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية سواء كل اسبوع تم مهرجان للدراجات، فاحنا دلوقتي وسيله امنه بالنسبه لنا، هدفنا ان احنا نرفع معدلات اللياقه البدنيه للشباب، هدفنا الاستخدام الامن لهذه الدراجه. هو طبعا احنا دلوقتي ال4 مراحل استفاد منهم 11200 دراجه، يعني ان شاء الله المرحله اللي بعد كده المرحله الخامسه نتوقع ان شاء الله نوصل ل 20000 و 30000، وهدفنا في وزاره الشباب ان اكبر عدد من الشباب يستخدم الدراجه.